اللي لورش ما بنامش ما بالك باب اللي عليه ملعون ابوك يا فقر حويتني للاندال زليت عزيزي النفس عشان عديم المال ملعون ابوك يا عوزة زلت السؤال الابتال اهلا ولعبت يا زهر واتبدلت لحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال اروح لاول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها ودوقني ديت الحال اعمل معاه الصحي انا اسنده لو مات وقف جنبه في المحن وكون اكون طويل البال وكون طويل البال انا ولعبت يا زرقاء واتبدلت لحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال انا ولعبت يا زرقاء واتبدلت لحوال وركبت اول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها ودوقني ديت الحال عامل معاه الصحي أنا واسنده لو مات وقام جنبه في المحن وكون أكون طويل البال وكون طويل البال اهلا فيكم خالد وعابد المرعي نحن اليوم بدنا نحكي عن مسيرتكم الجديده في عالم الغناء نحن تعرفنا عليكم بي ذا فويس كيدز 2017-2018 العالم حبوكم باول ظهور لكم واثنيناتكم اخترتوا تكونوا بفريق نانسي عجرم اول شيء شو اديتوا اي اغنيه انا اديت اسال مره عليا لمحمد عبد المطلب وانا اديت لسيد ام كلثوم ظلمون الناس وطبعا بالمواجهه غنينا مع بعضنا انا واخي غنينا قدود حلبيه كيف كانت المواجهه بحب اعرف كانت كثير حلوه والله يعني انتم كنتوا عارفين انه في حدا منكم بده يظهر صح اكيد اكيد شو حسيتوا بس افترقتوا كان شعور كثير حلو بس كنا زعلنا وقتها بس كان شعور كثير حلو كان شعور كثير حلو بس طبعا انا واخي لانه انا واخي واحد طبعا ما حدا بيزعل صح طيب بتتفقوا كثير مع بعضكم يعني هلا قبل ما تبلشوا بالغنية دغري قلت له علي الطبقه بتعطوا التعليمات بتنعوا من بعض اكيد طبعا بنتفاهم مع بعض بتغنوا بالبيت سوا كل الوقت كل يوم اوقات هو بغني لحاله اوقات انا تمام بنتناسى مع بعض مين بتابعكم اكثر شيء موسيقيا بالبيت؟ البابا والمايسترو توفيق الاغا يعني انتوا عم تتعلموا معه بعدكم لهلا؟ طبعا برافو برافو عم تحضروا لعمل جديد؟ اكيد عم ننزل اغنيه كلمه خيي هاي اغنيتنا جديده طبعا الحان مايسترو توفيق الاغا والكلمات الشاعر سمير برجاوي شو هي كلمه خيي بتحكي عن الاخ نحن حبينا حنسمعك اول الكوبلي واخر كوبلي يلا كلمه خيي تسكن في بفديها قلبي وعيناي لو يطلب روحي ما بتغلى وبعطي فوق عمري هدي وبعطي فوق عمري هدي كيف بدي اقدر انساك شايف بعيوني ملاك
كيف بدي ننساك شايف بعيوني ملاك لازم تعرف انك انت ما بتسوى العيش بلاك الله من عنده يحمينا ويبارك لنا بهالينا الله من عنده يحمينا ويبارك لنا بهالينا بنبقى لبعض بنسند بعض مهما الدهر بيس علينا الله يخليكم لبعض الله يخلي كل اهل لاولادهم والاخوه كمان يكونوا مثلكم هيك مجموعين ما تتخانقوا خليكم دائما صوت واحد أكيد. وقلب واحد أكيد طبعاً. اهلا وسهلا فيكم خالد وعابد المرعي بتمنى لكم كل التوفيق النجاح اكيد لهيدي الاغنيه ولكل الاعمال المستقبليه يا هلا اهلا وسهلا.